وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر. أبواب الخير كتير، وعلشان كده مؤسسة فذكر بتحاول تنوع وتكون موجودة في كل أبواب الخير تقريبا: كفالة الأسر، علاج المرضى، ستر البيوت، إعمار القرى الأكثر احتياجا، وبناء المساجد والأضاحي. ربنا يقدرهم ويستخدمنا جميعا في عمل الخير. أهلا بك مرة تانية يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب استر. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله يبارك يا رب. حقيقة فعل الخير يا أستاذة دعاء في أمر مهم جدا، وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. والخير هو بمفهومه الشامل الأعم هو البر والإحسان وتفريج الكروبات وإغاثة الملهوف والإحسان إلى الآخرين، سواء كان الآخر ده هو كان إنسانا على معتقدك أو على غير معتقدك، سواء كان مسلما أو غير مسلم، سواء كان الآخر ده حيوان أو حتى نبات يا أستاذة دعاء. هو في قضية الإحسان، الإحسان لا بد أن يكون في كل جوانب الحياة اللي احنا بنعملها. وأنا أتصدق إلى الله عز وجل، لا بد أن أحسن الصدقة. الصدقة دي مش شرط تكون مال بس، ممكن تكون الكلمة الطيبة كما قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. وسبحان الله، لما الآية بتذكر إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هي القضية قضية مش يا عم روح يلا روح شوف لك شغلانة، روح. حتى لو أنت هتقول كده بلاش تقول كده، يعني ممكن تقول روح الله يسهل لك، يعني بدل القول السيء ده بقول حسن. لو عملت الكلام ده صدقني أنت بتجبر خاطر هذا الإنسان وإن لم يأخذ منك شيئا. والأمر الثاني، عودت نفسك الخير، لسانك ده عودته الخير. لما سيدنا عيسى بن مريم اعترضه كلب فقيل انفذ بسلام، فالناس اللي حواليه قالوا له تقول هذا لكلب، قال لسان عودته الخير فأبى أن يقول إلا خير. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وقولوا للناس حسنا، لكل الناس مؤمنهم وكافرهم، كما قال سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. لأن بعض الناس ممكن يفكر وقولوا للناس حسنا يقول لك للمسلمين فقط، لا، وقولوا لكل الناس، لجميع الناس. وبالتالي أنا لما أكون ماشي في الحياة لابد أن أعرف أنني مبتلى، ده ابتلاء، نوع من الابتلاء. إذا أعطاني الله عز وجل مالا فأنا في حالة ابتلاء، وإذا منع الله عز وجل عني المال فأنا أيضا في حالة الابتلاء. وفي كلا الأمرين لابد للإنسان أن يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى، وأن يصبر على قضاء الله عز وجل، وأن يصبر على اللأواء، ويبدأ يحاول بقدر الإمكان أن يرى الطريق الذي يرضي الرب سبحانه وتعالى فيذهب فيه. يعني كتير من الناس بمعاه فلوس، وده نوع من الابتلاء. ربنا أعطاك المال حتى ترى، فماذا تفعل في هذا المال؟ أنت أكلت النهاردة وفطرت وتعشيت ومعاك أكل مدة شهر، يعني أنا ضمنت أن الفلوس دي بتاعتي إن شاء الله تكفيني شهر. طب يا أخي، ألا ينطبق عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم آمنا في سربه 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 عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها. مش هو ده؟ أنت عندك دلوقتي ما شاء الله قوت اليوم بتاع ومعافى في بدنه بفضل الله عز وجل، انت لا بتشتكي من مرض ولا اي حاجة، والاولادك فطروا والحمد لله في غدا وفي عشاء، فطروا اي نوع من انواع الطعام، المهم اكلوا من رزق الله تبارك وتعالى. طيب مش تحمد ربنا على ده؟ انت كأنك الدنيا كلها بفضل الله معاك. اوعى تتنافس في الدنيا فتبدأ تبيع جزءا من دينك مقابل ثمن القليل. الثمن القليل انت عارفه هو ايه؟ ويشترون بآياتي ثمنا قليلا. يعني ايه الثمن القليل يا أستاذة دعاء؟ يعني واحد ممكن يبيع جزء من دينه بثمن قليل، اللي هو ايه؟ ايه؟ انا بسألك. انه يعمل حاجة حرام عشان الفلوس مثلا. بس صح، ده ثمن القليل. طب الفلوس ممكن يعني مليون جنيه ثمن قليل؟ ايوه. مليون دولار ثمن قليل؟ ايوه. طب مليار ثمن قليل؟ اي فلوس حرام ولا حاجة. او يبيع جزء، ايوه. عارف الحسن البصري يقول ايه؟ يقول الثمن القليل كل الدنيا بما فيها. يعني تخيلي لو مليارات الدنيا دي كلها تحت رجلك، كنوز الدنيا دي تحت رجلك، اوعى تشتري بآيات الله ثمنا قليلا. طيب انا ربنا اداني فماذا افعل؟ اجعل كل يوم صدقه لله تبارك وتعالى. طب الصدقه بنعمل عدد النوايا، يعني كتير من الناس يجي يقول هو انا ينفع اعمل الصدقه عني ومراتي؟ طب ينفع ادخل امي معايا؟ طب ينفع ادخل ابويا؟ طب ينفع ادخل جيراني؟ يا اخي دخل اللي تدخله، مفيش مشكله، ثواب الله سبحانه وتعالى يصل اليكم جميعا. وانا اشراك الناس في الثواب قاله العلماء، وان الثواب يصل بفضل الله تبارك وتعالى. وبالتالي فانا كل يوم محتاج ان انا اشكر ربنا على النعم اللي هو اداها لي، واللي انا بقول له يا رب انا فعلا في ابتلاء ومعايا فلوس، بس مش هخلي الشيطان يضحك عليها.
مش هخلي النفس الأمارة والطماعة دي تقول لي إياك أن تتصدق، فأنا هشوف مجالات الخير وهشوف الخير فين وأعدد أنواع الخير بفضل الله تعالى وأتصدق بنيات كثيرة، عسى ربي سبحانه وتعالى أن يتقبلني عنده. طيب نشوف أول تقرير خير في حلقتنا النهاردة ومؤسسة فذكر ونرجع لكم. أنا نفسي إنها تسمع تتكلم، نفسي تقول لي يا ماما، نفسي أنت بتقول لي إيه؟ اسمعي هنا، لكن ما شافتش يوم هنا زي ما بيتقال، من يوم ما اتولدت وهي في عمليات وحضانات لدرجة إن ما بقتش ولا تسمع ولا تتكلم. الموضوع مش حكاية معاناة طفلة بس، الموضوع معاناة أب وأم عندهم حلم لبنتهم. مش هنتكلم كتير وهنسيب لهم الحوار عشان ننقل لكم جزء من اللي بيشوفوه اب وام عشان بيجروا ورا الحلم لبنتهم. الموضوع حكايه هنا بقى. هنا كانت بتلد عندها نزيف في المخ. ولدت عندها نزيف في المخ. فعالجتها من والحمد لله. ده الدكاتره قالت ايه؟ عندها نقص سمع. ولدها عمل لها سماعه ما سمعتش بيها. رحنا عملنا اشعاعات وتحاليل قالوا لها ده زرع كوكعه. قلت لها الكوكعه غالي ما اقدرش اعملها. انا معايا 5 عيال وعلى دراعي انا وجوزي ساكنين. عشتنا هنا على قدنا الحمد لله. بس انا ما اقدرش اعمل العمليه دي غالي عليا. تكلفتها فين زرع الكوكعه؟ هما كانوا بيقولوا 260,000. انا معيش حاجه منهم. انا كنت بشتغل في شركه وقطاع خاص. وبعدين سبتها عشان دراعي وقف عليا ما بقدرش اشتغل وما ادونيش حاجه يعني طلعت منها كده من غير ما اخد ولا مليم. وهنا معايا 4 بنات ومعايا ولد معايا بنت بشاورها ومش قادر اعمل لها حاجه لا هي ولا اخواتها حد. ودلوقتي انا قاعد ما بشتغلش عندي شويه بعمل شويه شاي في موقف كده اجيب منهم 20-30 جنيه واروح وخلاص. هي دي حياتنا خلاص هنعمل ايه طيب؟ وده الله ده حكمته. انا زعلان على بنتي. زعلان ان هي مش بتسمعنيش. ما بتعوش حاجه ما بفهمهاش. زعلان اجرى لي حاجه. ويا ماما يعني ما عملت لهاش حاجه مش بايدي. مش قادره اعمل لها حاجه. صعبان عليا ان هي تبص لي كده وتقول لي يا ماما انا عايزه كده وانا ما اعرفش هي عايزه ايه. بتتكلم؟ لا. اشاره. اشاره. بس انا عايزه حاجه تيجي تخبط عليا كده ماما كده ميه كده. لكن انا ما اقدرش اعمل لها العمليه. انا منين تعب. انا وابوها على دراعنا ساكنين وعندي عروسه 21 سنه هجوزها. ما اقدرش اعمل لها العمليه. اعمل ايه؟ لفيتي في المستشفيات كلهم واجمعوا ان هنا حته في اسكندريه الجامعه طلبه سموحه ما خلتش. كله ياخد من الورق ويقول لي لا ده عمليه غاليه. يعني اصحاب الخير ربنا يجازيهم خير يا رب يعملوا بنت العمليه. انا مش طالبه غير كده. انا مش طالبه من ربنا ويكو ان بنت تعمل العمليه. مش عايزه اكتر من كده. يعني طالب من اي حد معاش حاجه على اساس ان انا اقدر اكمل معاهم المشوار لان انا كبرت. معلش انا بس كبرت قبل ما نمشي كنا لازم ندي حاجه بسيطه لحنا نضرب اختار حاجه تساعدكم بس في الفتره اللي جايه من أشعة من أكل من أي حاجة هي محتاجاها أدوية من مقدمة من مؤسسة فذكر لهنا. لا مش عايزة إن شاء الله هتعمل. عايزة حاجة أفضل من هنا تعمل العملية بإذن الله هتعمل. والله لازم أستاذ بإذن الله هتعمل. مش محتاجة أي حاجة. والدها ديون عليه كتير. أنا بس العملية دي أهم حاجة عندي. إن شاء الله التحدي اللي قلت لحضراتكم عليه خلال الفترة اللي جاية مؤسسة فذكر بتتبنى حالة هلا هنا ومع أهل الخير مع كل اللي بيمشي في طريق الخير اللي محب للحياة ومحب ابتسام الطفلة زي دي ما نسيبهاش لوحدها مع أهلها غير قادرين على أي حاجة. كل اللي احنا بنطلبه نقف مع بعض في الخير عشان تشوفوها وهي تعمل العملية بإذن الله.
شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. شفنا طبعا التقرير وحالة الطفلة هنا، هي محتاجة عملية علشان تسمع وعلشان تتكلم. يعني نسأل الله يكون في عونهم يا رب، لكن هو أستاذة دعاء في النهاية اللي بيتصدق على الحالة دي هو في النهاية بيجبر قلب الأسرة دي كلها، يعني قلب الأم، قلب الأب، قلب البنت، الأهل كلهم اللي هم بيعانوا المعاناة. الأسرة فقيرة، يعني الأسرة مسكينة، وجزا الله خير مؤسس فذاكر ان هي ادتها اعانه شهريه، لكن هو يبقى ان البنت حتى الست بتقول انا مش عاوزه فلوس، بس عاوزه بنت تخف. انا محتاجه، وزي ما احنا بنقول ده ضناها طبعا، فهي محتاجه ده. طيب اخوانا، انا عاوز اقول كلمه مهمه جدا، اذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، ونقرا القران ونعدي كده، يبقى نحتاجه الى وقفه. ومن احياها احيا نفس واحده بس فكانما احيا الناس جميعا، وانت من تسبب في ازهاق نفس فكانما قتل الناس جميعا. انتم عارفين كده؟ انتم متخيلين ان الانسان ممكن يساعد جنيه مع جنيه؟ اوعى حد يقول الجنيه ما يفرقش، الجنيه بيفرق في الحالات اللي زي دي. جنيه مع جنيه مع جنيه ننقذ انسانه، والانسانه دي تقدر تعيش وتعيش حياتها، وممكن سبحان الله دي تكون في ميزان حسناتنا، هي دي اللي تدخلنا الجنه يوم القيامه. سيدنا الامام المناوي عليه رحمه الله لا كان بيتكلم على الصالحين، وان قضيه داوي مرضاكم بالصدقه، ازاي ان الصدقه تنفع من يعني سبحان الله تمنع كثيرا من انواع البلاء. الصدقه تمنع كثيرا من انواع البلاء، وبيقول بس مش بس النبي قال داوي مرضاكم بالصدقه، لا ده بيقول وقد جرب الموفقون من اهل العلم والصلاح ذلك فوجدوه نافعا. ان هم بقوا يحطوا دي قدامهم كده بقى تلاقي سبحان الله ربنا بإيه؟ بيكرم سبحان الله، وبيذهب البلاء بل انواعا متعدده من بسبب الايه؟ بسبب الصدقه. مفيش واحد في بيت في الساده المشاهدين ما عندوش بلاء، ما عندوش ابتلاء، عنده ابتلاء. ممكن يكون البلاء ابني واحد يقول الحمد لله مش مريض انا زي الفل، ممكن يكون عندك بلاء خلق ابنك خلق سيء، ممكن يكون الزوجة حاسة أن زوجها مش كويس معاها، الزوج نفسه أن زوجته تبقى كويس. إحنا ممكن نتصدق بنية أن ربنا يصلح أحوالنا سبحانه تبارك وتعالى. مش ببص بس على الإنسانة هنا دي كإنسانة، لا أنا محتاج يا أستاذة دعاء أن الصدقة تصل، ويكون النية أنه أنا في النهاية ربنا يصلح حالي ويصلح حال أولادي، وفي النهاية بساهم في رحمة إيه؟ رحمة إنسانة، والراحمون يرحمهم الرحمن. طيب نشوف كمان تقرير ومؤسسة فذكر. أعظم الشعائر تقربا إلى الله هي الأضحية، لكن في صعوبة بتواجهنا كل سنة، يا ترى أنا هعرف أوصلها للمستحقية إزاي؟ السنة دي الكلام هيختلف، عشان هنقول اللحم سعرها غالي والأضحية هتبقى أغلى، لكن السنة دي بقى الموضوع كله هيبقى مختلف مع مؤسسة فذكر، عشان قررنا اللي احنا هننزل على أرض الواقع في المبادرة اللي احنا قلناها لحضراتكم كذا مرة من قرية فقيرة في محافظة بني سويف. الناس دي اللي تستحق، الناس دي اللي في الاحتياج الشديد للأضحية بتاعتك، بس قررنا ان الموضوع هيبقى مختلف حبتين، ان الأضحية هتيجي من أهل القرية، كل واحد ربى الأضحية بتاعته أو الجاموس بتاعه أو اللي احنا هينفع يتضحى بيه من خير الطبيعة، وده أهم حاجة، عشان هنقدر ننفع الفلاح اللي ربى وكبر الحاجة بتاعته، وفي نفس الوقت هنديها للأهالي القرية المستحقين. فعشان كده مؤسسة فذكر نزلت على أرض الواقع وبتوريكم الحاجات دي اتربت على خير الطبيعة، والحاجات دي اللي هتروح لمستحقيها في قرية فقيرة فيها ألهاف المستحقين. القرية دي مؤسسة فذكر تبنتها في كل احتياجاتها الأساسية، سواء مية، سواء كهرباء، سواء غذاء، والمرة دي الأضحية بتاعتنا هتبقى من قلب قرية فقيرة. فكل اللي بيشوفونا أتمنى اللي انت تشترك معنا، حتى لو عايز تقدم لهم الأضحية بتاعتهم
تجيبها لنا في المؤسسة أو تيجي معانا تشاركنا في يوم الأضحية ده، هنكون موجودين في القرية، أو تساهم معانا بسق الأضحية بتاعك، هو ده اللي نقدر نضمنه لك وتشوفه قدام عينينك. كل الناس هتشوف قد إيه الأضحية دي على الشريعة الإسلامية، قد إيه كلنا هنشترك مع بعض نقدم حاجة من خير الطبيعة لأهالينا يستحقوها. ولو اتكلمنا على قرية فقيرة فهي الأولى بالغذاء والأولى بالأضحية، ودايما بنأكد إن إيديكم في إيدينا، وإن أنتوا شايفيننا على أرض الواقع دايما بنحاول نعمر ودايما بنحاول نساعد الناس دي عشان نحولها من قرية اسمها فقيرة لقرية غنية بأهلها وغنية في كل حاجة، حتى في أنفسهم هيبقوا أغنياء إن شاء الله. دايما بنأكد في مؤسسة فذكر تعاونوا معانا على الخير بإذن الله. شارك معنا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. كل سنة وانت طيبين. كل سنة وانت طيب يا شيخ عم. وحضرتك طيبة يا رب، وبخير وبسعادة يا رب. يا رب العيد اللي جاي يبقى داخل علينا كده، والناس كلها يا رب يكونوا في الفرحة مالية قلوبهم ومالية بيوتهم يا رب، والسعادة محوطاهم من كل مكان يا رب العالمين. ومن ضمن السعادة اللي الناس بتفرح بيها في ظل الغلاء، الناس بتستنى اللحمة، كلنا بنبقى منتظرين اللحمه كده، واللي يقول لك انا منتظر الكبده بقى وانا دابح وبتاع وما الى ذلك. مؤسسه فذكر حقيقه السنه دي عامله حاجه عظمه، يعني عامله حاجه كويسه جدا بفضل الله. اول حاجه بس عاوز اقول اني مؤسسه فذكر عملت مبادره، المبادره دي اللي هي تدخل قريه فقيره، القريه كلها تقريبا معظمها فقير، الناس فعلا هم في امس الحاجه الى الاعانه، الى الكفاله، الى الصدقات، إلى إن إحنا نوسع عليهم وندخل الفرحة على قلوبهم. فضل الله اختارت القرية في محافظة بني سويف، فبدأنا بقى في موسم الأضحية. الحمد لله كل واحد داخل على العيد دلوقتي، نسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يتقبل من الجميع. فقالت والله إحنا الأضحية هنعملها إزاي؟ مش هنيجي نوزع كده في كل مكان، ممكن فلان ده يكون أخذ مرة واثنين وثلاثة واربعة. قالت لا، إحنا دخلنا القرية دي من بابها وحصرنا وعرفنا الفقراء اللي موجودين فيها، هناخد البهيمة من الفقير اللي هي بتاكل من الطبيعة، اللي هي بتاكل من المرعى الطبيعي، اللي هي اللي احنا بنسميها البهيمة البلدي مش المستوردة، وبنشتريها من الفقير. الراجل الفقير اللي عنده بهيمة ده عاوز يشتري، وعاوز برضو فلوس يبيع، وعاوز فلوس تدخل على أهل وما إلى ذلك، ويروح يجيب حاجة صغيرة أو ما إلى ذلك يربيها تاني، ونبدأ سبحان الله العظيم يبدأ يذبحوها داخل القرية ويبدأوا يوزعوها على فقراء الإيه؟ على فقراء القرية. أولا لما في حديث زيد بن أرقم الذي عند أحمد والحاكم، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا ما لنا فيها، إحنا بقى إحنا هنكسب إيه؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا طب والصوف؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. طيب المؤسسة تذكر عملت الصك يا أستاذة دعاء ب 8000 جنيه. الصك ده اللي هو اللحوم البلدي بالنسبة للبقر وبالنسبة للجاموس. طب الخروف كله على بعضه كده، واحد بيقول يا جماعة أنا عاوز الخروف ليه أيضا ب 8000 جنيه. طب واحد تبرع وقال أنا عاوز التلت، التلت 9 كيلو. واحد قال يا جماعة أنا متبرع بكل ده للقرية الفقيرة، كل ده موجود في مؤسسة فذكر. لكن في واحد بيقول أنا مش قادر، طب أعمل إيه؟ قالوا له والله في صدقة اللحم، إن الواحد ممكن يتصدق ب 400 جنيه السهم، ونجيب بهيمة كده ونبدأ نذبحها ونوزعها على الفقراء، لكن تكونوا إيه؟ تكونوا صدقة. طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا. تكلمنا عن البساطة والبدائية هتلاقوها،
لو اتكلمنا ان مفيش اي مقاومات للحياه هتلاقوها، بس بالرغم من ده كله في نظافه، يعني تدخل عندهم ناس بسيطه في كل امكانياتهم، لدرجه ان السلم عاملين جزع نخله، الارض بيتصرفوا ويعملوا حاجه عشان يقعدوا، هو مفيش حاجه بيناموا على الارض زي ما هي بتقول، حكايات كتير. هو نومنا ده البيت وحش وراجل بطلان وابن عيان وحالتنا الحمد لله يا رب، وساعدونا كده اكتبوا معانا كل على الله. استني بس عشان انت برضو كلامك بتقولي الراجل بطلان والراجل بطلان والولع عيان. ايوه يعني جوزك ما بيشتغلش. هو عجرجه. هو عنده كام سنه؟ عنده 60 سنه. 60 سنه وما فيش شغل. طب مصدر دخلكم منين؟ والله على الله جيت يومين بس طلع اشتغل ما جيتش قاعدين قاعد في البيت. طب بتاكلوا منين؟ هموت بقى هنوم موت نفسنا يعني جبنا ناكل خلاص. ربنا بس اشتغل مين على بعضيه. ربنا هو اللي جمعنا من غير ميعاد وهو اللي شاور عليكم عشان اهل الخير كلهم باذن الله مش هيسيبوكم. ربنا يقدر. والله احنا عشمنا فيكم في ربنا ان شاء الله، وبرضه والدنيا بخير ومصر بخير وربنا يجعلنا خير مع بعضينا ان شاء الله. ان شاء الله احنا في الاول والاخر احنا عايزين نعيش، احنا عايزين نعيش، عايزين مكان نضيف حتى نقعد نشرب كوبايه شاي يعني زي بعضه كلها، احنا عايزين مكان حلو كده. عايز مننا اي حاجه تاني يا حاج؟ انا عايز يعني بشكر ربنا الاول الحمد لله وكتر الف خيرك. انا عايز يعني احنا بالعربي كده عايزين نعيش ان شاء الله، عايزين نعيش انا مش طمع، بس احنا عايزين. انا ابني مريض ما بيشتغلش يعني بس يعني بيشتغل لو ما قلت ما فيش. هو مريض عنده ايه؟ طيب بقول لك عندك جنب ده الشمال كده كده ناقص، عنده ما بينموش يعني عنده ايد صغيره وايد كبيره ومع ذلك بيشتغل. هو كمان ده ابنك الوحيد؟ ابني الوحيد. ما عندكش حاجه ثانيه؟ لا كتفه دكه. يعني عنده دراعه ودراعه الشمال مثلا حاجه صغيره خالص. دراعه ورجل وبيشتغل؟ بيشتغل بنفسه كده يعني، يعني تلاقي الدغر دي رفيعه. طب الحمد لله هو شايل نفسه. بس احنا برضه يعني احنا عايشين في ربنا وفيكم تعنونا ان شاء الله، عايزين معينة يعني ان شاء الله. انا بطلع بشتغل جبري ابني يعني ابني اكتر ما معاه العيال دي. هو ده درجه عندي عمليه. دول احفادك. دول احفاد ربنا يخليهم لك ويخلي لك ابنك. يعني انا في صعب بطلع ما بقدرش اشتغل، بس اجي يقول لي يا جدي عايز جنيه وانا رايح الحضانه وراح المدرسه، بيضطر اني اطلع اشتغل عشان ادي لك جنيه. دي كانت حالتهم، وان شاء الله الفتره اللي جايه هتشوفوا الحاله وصلت لغايه فين بعد ما نعمل لهم السقف. ولو حد هيقدر يشارك معانا اتمنى صوتهم يكون وصل لكم، اتمنى للحاله تكونوا دخلت قلوبكم قبل عقولكم عشان هو ده المراد. اشوفكم على الف خير. شارك معانا واتصل بينا على الارقام التاليه 012 77 67 97 88 او 010 555 99 8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. تعليق أخير في نهاية الحلقة. تعليق أخير هو زي ما احنا شايفين التقرير وشايفين الحالة، ودي من القرية الفقيرة، ايدكم في ايد مؤسسة فذكر، الخير يصل إلى مستحقيه بإذن الله تبارك وتعالى. شارك معاهم، تؤجر بإذن الله تبارك وتعالى. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. الله رب العالمين قال ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضل. الناس محتاجانا يا أستاذ دعاء، الناس محتاجة والله. ما حدش يقول الجنيه هيعمل إيه، الجنيه بيعمل، النص جنيه بيعمل، جنيه مع جنيه ممكن نبسط إنسان، ندخل فرحة على قلب إنسان، السرور. ما ننساش يا أستاذ دعاء الناس تشارك مع مؤسسة تذكر في الأضحية، مع الخير يصل للقرية الفقيرة، وهي دي الصدقة الجارية، والأحاديث في ذلك يعني سبحان الله كثيرة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام من ضمن الأحاديث قال أو حفر بئرا، هتلاقي وصلات المياه موجودة في القرية الفقيرة، هتلاقي الأبار موجودة في القرية الفقيرة، الأسقف والستر ما شاء الله مبادرة الستر موجودة في القرية الفقيرة، الأضحية والتصدق على الفقراء والمساكين كل ده موجود في القرية الفقيرة. ما علي إلا أنا برفع سماعة التليفون أكلم مؤسسة فذكر أو أرقام الحساب اللي موجودة على الشاشة وأتواصل معهم، وأسأل الله عز وجل أن يخلف على الجميع خيرا، وكل عام أنتم بخير. بشكر حضرتك في نهاية الحلقة، وبشكر كل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.